خلونا نبدأ مع حضراتكم بأحد الأخبار المهمة، وفي الحقيقة سنناقش في بداية هذه الحلقة قانون التأمينات والمعاشات الجديد واللي أقره مجلس النواب مؤخرا. والحقيقة أنه يمكن على الرغم من المزايا الكبيرة اللي أتاحها القانون، زيه على سبيل المثال أنه وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وأنه لأول مرة كمان بيتم توفير بدل للبطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، أطلقت جماعة الإرهابية وحلفائها شائعات عديدة في الأيام الأخيرة عن القانون، وأشاعوا على خلاف الحقيقة أن الناس هتتضرر وأن المعاشات هتقل وأن ذوي الصلة بالمستحقين المعاشات لن يحصلوا عليها. طيب خلينا في حلقة النهاردة نعرض لحضراتكم جانب من الحقائق اللي بتكشف كذب هذه الجماعة والمزايا الكثيرة التي أتاحها القانون أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لعام 2019 لأصحاب المعاشات. خلونا نستعرض مع حضراتكم هذا الانفوجراف. في البداية خليني أتكلم مع حضراتكم من هم المستحقون للمعاش بالقانون. هناك عدد من الفئات مستحقة من قبل هذا القانون، وهو الأرمل، الأرملة، الأبناء والبنات، أيضا الوالدين، الإخوة، الأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق. نتحدث معكم الآن عن كل فئة من هذه الفئات بطريقة بها بعض التفاصيل. يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقا، ألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى. وفيما يتعلق بشروط استحقاق الأبناء، بالنسبة للابنة ألا تكون متزوجة وألا يكون الابن أتم 21 عاما، وحدد القانون بعض الحالات الممكن من خلالها استثناء هذا الشرط. حالات الاستثناء بالنسبة للأبناء، يستثنى من شرط السن الابن العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم حال عدم تجاوز السن، من حصل على مؤهل نهائي ولم يتجاوز 26 عاما. أيضا الفئات الرئيسية المستفيدة، العاملون لدى الغير، أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، العاملون المصريون في الخارج، والعمالة غير المنتظمة. شروط المعاش بالنسبة للأشقاء، إثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط.